رئيس الجمهورية قيس سعيد يكشف لي الرأي العام مسائل خطيرة وخطيرة جدا، حقائق صادمة بخصوص الانتدابات اللي تمت من 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، أرقام مهولة وحقائق صادمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اللي قدم لرئيس الدولة التقرير السنوي رقم 28 للهيئة لسنة 2022. رئيس الجمهورية في هذا اللقاء شدد على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة. وتم أيضا التطرق في هذا اللقاء إلى النتائج الأولية اللي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج اللي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي. هذه النتائج الأولية، اسمعوا مليح شنو أثبتت حسب بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية. هذه النتائج الأولية تثبت حجم التلاعب بالمال العام، ويعطي مثال رئيس الجمهورية يقول في إحدى الوزارات فقط، وزارة فقط يعني، تم التفطن إلى عدم وجود 15,000 ملف انتداب أو إدماج ما همش موجودين، تم مسحهم طبعا بعد الحملة اللي أطلقها رئيس الجمهورية واللي أعطى تعليماته لرئيس الحكومة، ومن رئيس الحكومة يعني أصدر مناشير لكل الوزارات وكل الهياكل بالتثبت والتدقيق الشامل للانتدابات، وكل تم إخفاء 15,000 ملف انتداب وإدماج في وزارة واحدة فقط. هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم، خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية حسب رئاسة الجمهورية. للإشارة فقد أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على اجتماع لجنة التدقيق الشامل لعملية الانتداب بالقطاع العمومي. لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعملية الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهيكل العمومية الأخرى، معني عقدوا اجتماع للتدقيق في الانتدابات اللي تمت والمتعلقة بالفترة من نهار 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021. اجتمعوا في قصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني. رئيس الحكومة بالمناسبة هذه اطلع على سير عملية التدقيق والنتائج اللي تم التوصل إليها، وشدد في هذا الخصوص على تسريع وتيرة العمل واحترام الأجال المضبوطة للمهمة حسب القانون وحسب مقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر الحالي، سبتمبر الماضي عفوا. قضايا مدوية وإيقافات جديدة. المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنيدي أكدت اليوم أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بثمانية مشتبه بهم من أجل تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي، وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية حسب تعبيرها وحسب تصريحها اليوم لإذاعة موزايك. القاضية الزنيدي أشارت إلى أن المشتبه بهم هما موظفين سامين في الدولة حسب تعبيرها، من بينهم مدير جهوي ومن بينهم قابض مالية ومكون في معهد عالي، بالإضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة ومقاول نيل بتا لتموين وحدات الحرس والأمن الوطنيين وموظفين بمندوبية التربية، منهم من ينشط سياسيا في أحزاب حسب تعبيرها. ووضحت المساعدة الأولى
لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إنه مداهمة نفذتها الوحدات الأمنية لمكان اجتماع المشتبه بهم مكن من حجز هواتف جوالة تحتوي على شبهات حول محاولة المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وإحنا مقبلين توا على الانتخابات المحلية، أول موعد انتخابي هو انتخابات 24 ديسمبر، إضافة إلى التهكم على رئيس الجمهورية حسب تعبيرها. وأشارت القاضية زنيدي لأن النيابة العمومية عهدت فرقة الشرطة العدلية للبحث في القضية من قبل إحالة المشتبه بهم على أنظارها. للإشارة، فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد محرز الزويري المسؤول السابق في وزارة الداخلية في قضية التآمر على أمن الدولة، حسب ما أكدت اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الناطقة الرسمية باسم القطب قطب مكافحة الإرهاب حنان قدس. وتواصل الأجهزة القضائية التحقيق في هذه القضية اللي تشمل سياسيين ورجال أعمال وناشطين، صدرت في حق عدد منهم بطاقات إيداع بالسجن منذ فيفري 2022، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من بينهم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، من بينهم الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشويشي. وأكدت أنه جرى إلقاء القبض على الزويري المفتش عنه وتقديمه أمام قاضي التحقيق اللي استمع إليه وأصدر بطاقة إيداع في حقه. وكان زويري شغل خطة مدير المصالح المختصة في وزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق في حقه سنة 2022 بطاقة إيداع في القضية المعروفة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر قبل ما يتم الإفراج عليه موفى نفس السنة، وتشمل القضية إطارات أمنية وسياسيين. الاحتفاظ برئيس ودادية شركة عمومية من أجل قضايا فساد مالي وإداري، قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذن اليوم بالتمديد في الاحتفاظ برئيس ودادية شركة عمومية بالقصرين مظنون فيه في شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بالقيم بتحويلات مالية تنهز 100,000 دينار 100 مليون من الحساب الجاري للودادية نحو حسابات أشخاص آخرين. وأشارت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنيدي لأن النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي والاحتفاظ بثلاثة مشتبه بهم، إضافة إلى احتفاظ النيابة العسكرية بأحد العسكريين المشتبه بهم في القضية المتعلقة بشبهات الفساد داخل الودادية المذكورة. وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة القصرين قد تعهدت بالقضية وباشرت الأبحاث في الملف بعد ورود معلومات عليها تفيد بشبهات فساد مالي وإداري داخل الودادية هذه في المدة الفارطة حسب تأكيداتها. الحقيقة أخبار خطيرة وفي غاية من الخطورة، خاصة المجموعة اللي تم القبض عليها.